انا بقول للعيبه اللي منضمه حديثا او اللعيبه الصغيره عشان توصل لنجوميه او عشان تحقق بطوله هتقابل تحديات وهتقابل ضغوطات وهتقابل احيانا الموضوع مش بيبقى في الملعب منافسه، ده ممكن يبقى حرب. فاحنا لازم تبقى قوي وتبقى لازم على قد المسؤوليه دايما، وعارف كويس جدا ان قدر اللعيبه ان انت ما بتفرحش غير لما تحقق حاجه، وما بتفرحش غير لما المشوار ينتهي. بعد ما تبطل ان شاء الله هتبص على تاريخك هتشوف انت حققت ايه، ساعتها تقدر تقول ان انت ممكن ترتاح. انما طول ما انت بتلعب في النادي الاهلي ما عندكش وقت انك تريح، ما عندكش وقت ان انت تفرح بحاجه حققتها. كل يوم يوم جديد، كل يوم تحدي جديد، بتخرج من بطوله بتخش في بطوله، وفي الاخر جمهور النادي الاهلي جمهور كبير، جمهور طموح، دايما بيطلب من اللعيبه تحقيق البطولات، وجمهور ما بيجمعش بطولات.